زي ما انتوا شايفين كده معايا الحيطة فيها رطوبة، الطبقة اللي الباشا دي كلها انا هشيلها، عشان مش هينفع ان انا اشيلها عشان هاخد طبقة ايه؟ لا، هشيل كل الطبقة الباشا دي زي ما عملت قبل كده في المطبخ. كل اللي هيطلع معايا هطلعه. طبعا معايا سكينة المعجون فهي مسهلة عليا الموضوع. تبقى بقى الطوبة، كده بقى انا شلت كل الطبقة البايشة اللي كانت موجودة على الحيطة. دلوقتي بقى هجيب الغراء وهخففه بمية وهبدأ بقى ان انا ادهن الحيطة، واسيبها لما تنشف خالص والجيف، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي بقى بعد ما نزلت الطبقة البايشة اللي كانت على الجدار، مسحته طبعا بحيط قماشة ناشفة عشان انزل كل التراب. ودلوقتي معايا هنا غراء اهوت، خففت يعني حاجة بسيط خالص بالمية، ده غراء ابيض اهو. وهبدأ بقى بالفرشة اللي معايا ادهن كل الايه، ادهن كل الحتت دي كده. ابدا بقى ان انا ادهن كل الحاجات كده المقشره دي كلها كده. ده بقى بيعتبر علاج للرطوبه علشان ما ترجعش الحيطه تقشر تاني. ده شكل الحيطة بعد ما حطيت لها طبقة الغراء، وده شكلها بعد ما نشفت. دلوقتي هحط لها طبقة معجون وهوريها. دلوقتي بقى بعد ما الغراء ما نشفت، دلوقتي هديها طبقة معجون خفيفة كده زي ما شايفين كده معايا.
زي ما انتوا شايفين كده، دي طبقة المعجون اللي انا حطيتها على الحيطة. طبعا بعد ما نزلت الطبقة البايشة كلها اللي كانت على الحيطة، حطيت لها الغرف، وبعدين سبتها لما نشفت، وبعد كده حطيت طبقة المعجون اللي انتوا شايفينها ديت. دلوقتي بقى هسيبها لما تنشف خالص، وبعد كده هديها اللون اللي انا عايزاه.